وعلاش ما مشيتش للقضاء؟ انك كاين قرار ديال المجلس الوطني؟ لا شوف، احنا داخل الحزب خصنا نحلوا مشاكل بيننا بدون قضاء، وحنا مآمنين فيه ودايرين معاه سياسة طويلة باش هو يجي المؤتمر مات لا والو ويتمزر. ندورو كنا نقنعوه كنا، ولكن الأقلبية ديال أعضاء اللجنة التنفيذية ما متفقين معاه في هذا الموضوع، ولكن كلهم صابرين على نديرو أمور سياسية باش هو يتنحى برادته. احنا باقي الحزب يبقى متقاني، وما باقي الحزب يتفرق، وما باقي الحزب تكون فيه مشاكل، وبغيناه هو ملي يكون صديقنا وخونا ويبقى عضو من الحزب ويمشي يخليه يفتح الباب لواحد ثاني كما دار عباس الفاسي. شنو هو وعد نيت براسو؟ هو اللي قالها، وهذه عاديه وطبيعيه، بالعكس اللي يكبر في عين الناس نضع عنه هو بنفسه. إلا قال أنا متنازل وقلتها له، قلت له ودي إلي جيت ودرت خطابك وسطنا وقلت عنك راك من ناحية وتنقدم واحد راه عادية وشرف لك عادية، ولكن هو مش شبت ما قدينا نعدو فيه شو تأكد. أنا كنجيه دائما منين نجي ونعيط له وننصحه عيدنا وحدنا ونعود معنا شي حد من أعضاء لجنة التنفيذية حتى في اجتماعاتنا كننصحو كنتكلموا له نقول له راه هذا ما يصح، هل درت اللي انا قالبني نحكي كل اللي دار ذي امور سريه اللي انا ما قادي نقولها، ونحافظ هو دائما مع بيني مع صداقه ولي تبقى بيني مع صداقه، ولكن دي سياسه، السياسه ما فيها لا عداوه ولا كراهيه. اليوم نتكلموا ولكن اليوم راني معك غير دراما، معنى اني ما نخوت والمحبه بيننا ونكرمك وتكرمني ونضحك ونلعبوا عادي، هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي. انت وقعت القطيعه؟ لا هي القطيعه القطيعه ما هي كاينه، نضع انه علاش نقول لك ما كاينه، هو ما استدعى لجنه تنفيذيه. ما كاينه قطيعه، احنا ما لنا مقاطعين حد. كاين قطيع، هو اللي خصو يستدعى لجنة التنفيذية ونجيو نضحكو ونلعبو ونديرو جدول أعمال، وإلا وافقنا له عليه الأغلبية وافقت له الله يعاونه. أنتم سبقتوا عندكم دابا أغلبية ديال لا راني عارف، أنا نقول لك غير الأغلبية هو معانا نديرو جدول أعمال، وإلا وافقنا له عليه وعجبنا نوافقوا ما كاين مشكل، ولكن إلا ما درناه نديرو الديمقراطية داخل لجنة التنفيذية، نديرو التصويت ويطبق ذا. اولا هو ما طبق قرار المجلس الوطني اللي اعطى التسيير لثلاثه يخصهم هما اللي يسيروا الحزب حتى يجي المؤتمر حتى يكون المؤتمر، نضع انه المؤتمر هو الكلمه الاخرى. ثانيا دار واحد القلط وداروا الناطق الرسمي وداروا البقالي اللي هو مدير الجريده العالم المقال اللي قال عن احنا فك الارتباط مع العداله والتنميه اللي بتراس الحكومه. احنا ما نقدروا نفكوا الارتباط كلجنه تنفيذيه، انا ما نقدروا نقولها ولا يقدر يقولها هو ولا اي واحد يقدر يقولها الا ما جمعنا المجلس الوطني هو اللي صادق عليها البرلمان ديال الحزب، وبن حمزه هما اللي قالها. هذا غير معقول، هذا خرق للقانون. الواحد خرق القانون راه تمس به، نضع انه منين تعود عارف القانون عارف القانون تخرقه تمسيت براسك. حتى الأمين العام اللي عارف القوانين الأحزاب وعارف قوانين الانتخابات وعارف القانون كل شيء، هو خرق القانون هذا مس له هو. واحد خصو يطبق القانون ويطبق الديمقراطية وما كاين مشكل. وعلاش ما كانش عندكم رد فعل ولا؟ ما عندنا موافقين عليه، عندنا رد. احنا كيفاش ما عندنا رد؟ أنا يامس عطيت تصريح وقلت عندها ما يصح، عندنا راه ما يصح، عندنا رد. احنا منظمين، احنا لجنه تنفيذيه منظمه، ورانا درنا جدول اعمال وقادي الى رد الله نجلسوا في المقر ونديروا اللازم. السؤالين تاع تجلسوا في المقر الى رد الله، احنا دايرين الصباح الى رد الله نجلسوا في المقر. ماشي الى رد شهباط؟ لا، مقر حزب استقلال ماشي لشهباط ولا شي لي انا. ولكن تسد عليكم باش؟ لا 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 لا، سد المقر، المقر لا بد له يبقى مفتوح. نضع انه شهباط ما قد يلحق كاع من 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 الامور اللي يسد المقر. مقر ماشي ديال شهباط، مقر ديال المقاربه كلهم. هذا مقر ديال حزب استقلال، لا تخفى عليك عن حزب استقلال عادوا 90 سنه. وهذا مقر ديال المقاربه كلهم، ما يقد واحد يسدوا. وشرباط ما نظن انه لا يلحق من التعنت ليسد المقر.